وقال سعادة السيد أحمد الحداد عضو مجلس الشورى في هذا السياق إنه من الملاحظ أن 34 مؤسسة حكومية تتعامل بالتحويلات المالية عن طريق الصيرفة الرقمية، منوها بالمساهمات القيمة لمحافظ البنك المركزي في هذا الصدد. سعادة الأستاذ رشيد المعراج محافظ المصرف له دور بارز ومميز في هذا الاتجاه، وجميع أعضاء مجلس الشورى الذين شاركوا في هذه الندوة يوم الخميس 24 ديسمبر يشكرون سعادة الأخ المحافظ على مساهماته القيمة فيما يخص تطور ونمو الصيرفة الرقمية في البحرين. من الملاحظ بأن 34 مؤسسة حكومية اليوم تتعامل في التحويلات المالية عن طريق الصيرفة الرقمية، وأن هناك المزيد من هذه المؤسسات في طريقها للأخذ بهذا النظام. تم التساؤل خلال هذه الندوة عن الأخطاء التي قد تحدث أثناء التحويلات المالية، وكيف يستطيع مصرف البحرين المركزي حلها. فقد ذكر سعادة المحافظ في هذا الشأن بأن المصرف ليس جهة قضائية، لكنه يساعد بدون شك في حل هذه المشاكل خلال تدخله بين الطرفين. وقد ذكر سعادة المحافظ بأن استخدام العملة الورقية بالقريب المنظور سوف يستمر، وأن هناك فكرة إطلاق الدينار الرسمي البحريني في المستقبل.